أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ جعفر بدوان، العضو المنتدب في آي كيو فوكس للاستثمارات في الشرق الأوسط. سيد جعفر، مرحبا بك من جديد. إذن قبل الفاصل كان هناك حديث عن تقرير الوظائف الأمريكي أقل من التوقعات، كيف قرأت هذه الأرقام؟ وهل فعلا كما يرى البعض بأن هذه البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي تدلل بأنه لم يصل هذا الاقتصاد إلى درجة كبيرة من التعافي تغنيه عن تيسير الكمة؟ صحيح، هذا صحيح. حقيقة هناك علاقة قوية جدا بين معدل النمو في الوظائف في الاقتصاد الأمريكي وبين معدل النمو الاقتصادي بحد ذاته. هناك علاقة جدا قوية حقيقة، تكاد تصل هذه العلاقة في بعض الحالات وخصوصا في المراحل السابقة وحتى المراحل الحالية إلى حوالي أكثر من 65%، بمعنى أنه الأرقام اللي تصدر عن معدلات التوظيف والبطالة إلى آخره تشير بنسبة 65% إلى معدلات النمو المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية. هلا إذا استمر المعدل بهذا الشكل خلال شهر فبراير ومارس بتسجيل معدلات أقل من حوالي 100 أو 110 تقريبا ألاف، معناته إحنا رجعنا لمعدلات نمو تقريبا مش أكثر من 1.5% معدل الناتج القومي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة لهذا الشيء، السبب الآخر لتوقعات هذا المستوى من النمو يرجع إلى أيضا أنه معدلات المخزون السلعي في الربع الرابع كانت عالية جدا، وبالتالي في احتمال كتير المؤسسات والشركات أنه تحاول تخفض من المخزون السلعي، وبالتالي أن هذا يستدعي بشكل أو بآخر أنها تنزل من الإنتاج، يعني تخفض من إنتاجها من السلع وإلى آخره. النقطة الثالثة أنه في مؤشرات قوية جدا فعلا اللي هي برضو لها علاقة في معدلات توظيف ومعدلات البطالة، هي موضوع الاستهلاك طبعا، وبالتالي احنا شفنا مؤشرات برضو حطوا الحجة بالطقس. لا ما بعتقد، يعني طبعا في كلام كثير بهذا المجال، لكن انا باعتقادي انه في نقطتين اساسيتين. اول شيء معدل النمو في الوظائف اللي هي البارت تايم جوبز كان هو الاساس في عمليه التوظيف خلال الفتره الماضيه، اعتقد الان وصلنا الى مرحله انه هذا الموضوع يعني الباب اغلق بشكل او باخر. النقطه الثانيه انه بدات المؤسسات بشكل عام تاخذ نوع من الخطوات الاحترازيه بسبب انه بدايه التخفيض الكوانتيتيف ايزنج، بسبب انه في احتمالات انه تتاثر الاسواق الماليه، وطبعا اذا اخذنا بعين الاعتبار موضوع انخفاض اسعار الاصول المتوقع خلال الفتره القادمه، طبعا هذا بياثر على موضوع الاقراض والى اخره. فالعمليه حقيقه متداخله الى حد ما، لكن المؤشر البطاله الان يؤكد أن هناك في تراجع في معدلات نمو، وبالتالي إذا كان هذا الكلام صحيح طبعا رح نشهد هذا الشيء في الربع في الشهر فبراير ومارس إذا تأكد من خلال الإحصاءات هذه، فمعناتها فعلا إحنا رجعنا مرة ثانية لعملية تباطؤ النمو الاقتصادي، وفعلا ممكن أنه نشهد مزيد من التراجعات في موضوع التوظيف إلى آخره. بس بنفس الوقت عم نشوف أنه كم معدلات للبطالة متراجعة تقريبا 6.6%، وصلت للمستوى أو قربت من المستوى المستهدف 6.5%. كمان عندنا أنه حتى طلبات الإعانة تراجعت بصورة كبيرة الأسبوع الماضي مقارنة. ما هو بيعتمد على الأسباب الرئيسية، يعني أنا بالنسبة لي معدل التوظيف الشهري هو أهم بكتير من المعدل البطالة اللي أكد، لأن معدل البطالة عبارة عن سيرفي. صحيح. خليني بس أحكي عن طبعا جنتي لنا عن أمام هذه الأرقام شو حتعمل، شو حتحكي الأسبوع الثلاثة والخميس أمام الكونغرس الأمريكي؟ البنوك المركزية عموما بما فيها الاحتياط الفيدرالي وصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع عمل المزيد بالنسبة لسياسة التيسير النقدي اللي هدفها بشكل أساسي هو خلق نوع من الاستقرار في الأسواق المالية على أمل أن يتم دفع معدلات النمو الاقتصادي، ويبدأ تبدأ البنوك أو مؤسسات الإقراض بشكل عام في عملية الإقراض. سياسة التيسير الكمي إلى حد ما
ساهمت في استقرار الأسواق المالية، إعادة التوازن إلى النظام المالي. البنوك الآن أصبحت في وضع أفضل بكثير، ولكن ليس بخصوص الإقراض، لم تتمكن البنوك حتى الآن من اتخاذ قرارات هامة على هذا الصعيد، وما زالت لحد الآن مترددة جدا في عملية التوسع في الإقراض في داخل الاقتصاد الأمريكي. أعتقد أن هذه القضايا الرئيسية ستكون أمام جنت خلال الفترة القادمة، ولا أعتقد أن هي تستطيع أن تستمر في نفس الزخم ونفس القوة بالنسبة لصعيد التيسير الكمي، لأن أصبحنا الآن ننفق المزيد من الأموال ولا نحصل على أي مردود فعلا إيجابي بشكل أو بآخر. ولذلك الحل الوحيد بالنسبة للاحتياط الفيدرالي الآن هو فعلا البداية في تخفيض كميات التدخل أو ضخ السيولة في الأسواق المالية، لكن راح يكون بشكل تدريجي حتى ما يحصل نوع من الارتباك أو سوء الفهم لسياسة السياسة النقدية بشكل عام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ما تنسى كمان أن السياسة النقدية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لها أثار كبيرة على الدول الأخرى مثل الصين وإلى آخره، لأنه خلال فترة كان كتير كميات من الدولارات من خلال سياسة التيسير الكمي تخرج من خارج الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول الثانية. النقطة الأساسية اللي بتواجهها الفيدرال ريزيرف حاليا أنه معظم الأموال اللي تم ضخها ذهبت للاستهلاك ولم تذهب للاستثمار، وهذه مشكلة فعلا يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حاليا، أنه إحنا ما كوننا طاقات إنتاجية من خلال سياسة التيسير الكمي في داخل الاقتصاد الأمريكي تساعد الاقتصاد على النمو وإيجاد وظائف جديدة. يعني بس ما فينا نلوم بن برنانكي أنه تسرع شوي بتقليص التيسير الكمي أم ماذا؟ لا، ما فينا نلوم لأنه ما كان في حلول أخرى أمامه. يعني حقيقة المشكلة الرئيسية أنه أنت اليوم عندك اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على الائتمان، والائتمان ما زال الآن كمحرك يسير ببطء شديد جدا، ولا يوجد آليات في داخل الاقتصاد الأمريكي تسمح بدفع البنوك أو بتعجيل أو بتسريع عملية الائتمان. هذه نقطة. النقطة الثانية حقيقة أنا بتصوري الشخصي أنه في هناك الاقتصاد الأمريكي عموما، المجتمع الأمريكي، الأفكار الأمريكية تمر في مرحلة انتقالية هدفها الرئيسي التحول من كدولة رأسمالية بالمعنى الحقيقي إلى دولة نوع من النظام الاقتصادي المشبيه في الدول مثل السويد والنرويج إلى آخره. وهون في المرحلة هاي، في المرحلة الانتقالية فعلا يكون في هناك تردد في عملية الإقراض، يكون في هناك سياسات غير واضحة إلى آخره. أستاذ جعفر تفضل بالبقاء معنا أنت والسادة المشاهدين. فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لاستكمال حديثنا عن الأسواق العالمية. مرحبا من جديد. الأسواق اليابانية منتعشة اليوم، أغلقت على ارتفاعات متأثرة بارتفاعات الأسبوع الماضي لوول ستريت. الأستاذ جعفر بدوان يعتبر الارتفاعات الأخيرة تشهدها الأسواق العالمية قد تكون مؤقتة، لماذا أستاذ جعفر؟ أعتقد أن الأسواق المالية ارتفعت في عام 2013 بسبب سياسة التيسير النقدي. الكمية السيولة اللي ضخت كانت كبيرة جدا. الآن في اتجاهات معاكسة في هذا الشيء، بمعنى آخر أنه هالسيولة اللي كانت متوفرة ستتقلص تدريجيا خلال 2014. النقطة الثانية، فعلا الارتفاعات اللي حصلت في 2013 كانت بسبب ارتفاع اللي هو البرايس ايرنينج ريشيو أكثر ما هو ارتفاع في ربحية الشركات، وهناك في وهون في فرق. النقطة الثالثة أنه ربحية الشركات ارتفعت حقيقة مش من نتائج الأعمال، إنما من التخفيض في التكاليف، ووصلت معظم الشركات الأمريكية إلى مستوى لا تستطيع أن تخفض في تكاليفها أكثر من هيك. فهذه الأسباب جميعا غير متوفرة في عام 2014. النقطة الأخيرة أنه فعلا في هناك نوع من الصراع السياسي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية على على التوجه القادم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بالنسبة للأفكار اللي ذكرناها قبل شوي إلى آخره. هذا بينعكس بشكل أو بآخر على الأسواق المالية. الأسواق المالية ذكية جدا، تدرك هذه الحقيقة وتدرك أنه في المدى البعيد إذا حصل تغير في الأفكار في الإيديولوجيات في داخل المجتمع الأمريكي، معناتها الأسواق لازم تأخذ هذا في عين الاعتبار وتبدأ تشتغل في آلية جديدة. في 2013 في 2014 أعتقد الطلعة اللي شفناها حاليا هي جيدة
لكنها لا تؤكد انه هناك في استمراريه في صعود الاسواق، بل على العكس هذه طلعه في بير ماركت. اعتقد احنا في 2014 راح نشوف مزيد من الانخفاضات من هالمستويات او يمكن شوي اعلى الى مستويات ادنى بكثير من هيك. والسبب طبعا الرئيسي مثل ما قلنا أن الفيدرال ريزيرف راح يبدا يرفع في اسعار الفائده اعتقد بشكل او باخر من خلال سياسات تقليص سياسات التيسير الكمي. النقطه الثانيه انه ربحيه الشركات بشكل عام راح تكون قويه. النقطه الثالثه انه راح يكون في نوع من التراجع في معدل التوظيف بشكل عام في داخل الولايات المتحده الامريكيه، مما يعني ان معدل النمو الاقتصادي بشكل عام ما راح يكون بقوه 2013. تبقى امريكا هي محور اقتصاد العالم في كل ما يجري. دعني اذهب الى منطقة اليورو هذا الأسبوع، بعض البيانات المتعلقة بالنمو والتضخم، سوء التوقعات لمنطقة اليورو. المشكلة الرئيسية بالنسبة لأوروبا الآن تواجه مشكلة اللي هو البقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وهذا فعلا يقلق البنك المركزي هناك. وأعتقد يمكن البنك المركزي يأخذ خطوات باتجاه عمليا انه يعني دفع معدلات التضخم في داخل الاقتصاد الاوروبي. قد يكون مثل الصورة ببريطانيا، لا شوية مختلفة في بريطانيا، معدلات التضخم عموما في ارتفاع. صحيح. في ارتفاع، لكن معدل النمو الاقتصادي في داخل اوروبا عموما في عام 2014 رح يشهد تحسن. حقيقة السياسات اللي اتبعت خلال الفترة الماضية كانت جيدة. الآن أوروبا عم تأخذ منحى جديد اتباع سياسات لدفع النمو الاقتصادي، لخلق نوع من النمو في داخل الاقتصادات الأوروبية. نعم، الأستاذ جعفر بدوان العضو المنتدب في شركة آي كيو فوكس للاستثمارات في الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة.